كده نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. خلينا نروح لاخبارنا المحليه. هنبتدي بالسكواش وبطوله العالم اللي اتعملت في مصر. الحقيقه في انجاز كبير يمكن غايب عن مصر فتره طويله، هو فوز فريق السيدات ببطوله العالم للسكواش. الف مليون مبروك، الحقيقه انجاز كبير جدا جدا نجح فيه فريق السيدات. الفريق كان بيلعب فيه نوران جوهر، نور الشربيني، هانيا الحمامي، الحمامي، نور الطيب. الاربعه دول نجحوا، معاهم كابتن انجي خير الله كمدير فني، نجحوا، دي صور من البطوله، نجحوا ان هم يفوزوا بالبطوله او بطوله العالم لمصر. اتلعبت على ملاعب نادي مدينتي في الفتره من 10-16 ديسمبر. مصر فازت في النهائي على امريكا 2-0، وكانت البدايه مع نورهان جوهر، واللي فازت على الامريكيه من اصول مصريه اماندا صبحي بنتيجه 3-2، وبعدين قدرت نور الشربيني انها تفوز على الامريكيه اوليفا فيتشر بنتيجه 3-0. منتخبنا كان فاز قبل النهائي على منتخب ماليزيا بنفس النتيجه، وفي دور الثمانيه كنا فزنا على منتخب اسكتلندا ب 3-0. يعني الطريق الى البطوله لم يكن مفروش بالورود. الف مليون مبروك، ده اللقب الخامس لمصر 2008 2012 2016 2018 والان وبعد غياب اربع سنوات 2022 مصر تفوز باللقب الخامس. هنروح لبطوله افريقيا للشباب لريشه الطائره، ومصر تنجح في حصد خمس ميداليات ذهبيه واربع برونزيات. البطوله بتتلعب في موريشيوس في الفتره من 7-18 ديسمبر اللي احنا فيه. فلو شفنا الميداليه الذهبيه حققها الزوج المكون من محمد حجازي ويوسف محمد، اما البرونزيتين فحققهما جانا هشام وعبد القادر، جانا هشام عبد القادر في فرد الانسات، وحقق زميلها محمد يوسف برونزيه فرد الشباب، وكمان جانا هشام عبد القادر وجنى الوزيري حققوا برونزيه زوج الانسات، والمنتخب ككل حقق برونزيه الفرق. المنتخب شارك ببعثه مكونه من 8 لعيبه: محمد حجازي، يوسف محمد حسين، سيف عمر، معاذ هشام، جانا هشام، جانا طارق الوزيري، ريم حسين، وجانا محمد. الف مليون مبروك، الحقيقه ريشه الطائره تاخد خطوات جيده للامام، نتمنى ان شاء الله ليهم التوفيق في ما هو قادم. والحقيقه اتحاد الريشه كمان الطائره باذل جهد كويس، ومن الاتحادات الحقيقه اللي بتحارب عشان تحط مصر في المقدمه.